فيروس الـ HIV أو الـ Human Immunodeficiency Virus بيهاجم جهاز المناعة وبيضر نوع معين من خلايا الدم البيضاء اسمها CD4 T lymphocyte cell. لو الفيروس ما اتعالجش ممكن يتطور للمرحلة الثالثة أو الإيدز. في العالم كان في حوالي 39 مليون شخص عايشين بالـ HIV بحلول نهاية 2022، وفي أمريكا لوحدها حوالي 1.2 مليون شخص في نهاية 2021. الفيروس ده حالة طبية خطيرة لو ما اتعالجتش، بيعدي بثلاث مراحل واللي ممكن تأثر على حياة الشخص، بس مع العلاج المناسب الناس اللي عندهم HIV أو الإيدز غالبا مش بيوصلوا للمرحلة الخطيرة وبيقدروا يعيشوا حياة طبيعية وصحية. في 2022 حوالي 76% من المصابين بالـ HIV كانوا بياخدوا العلاج المضاد للفيروسات، والوفيات المتعلقة بالإيدز قلت بنسبة 51% من 2010. مراحل HIV: المرحلة الأولى العدوى الحادة، الفيروس بيكون بكمية كبيرة في الدم والجسم بيحاول يقاومه بإنتاج أجسام مضادة. الناس بتظهر عليهم أعراض زي الإنفلونزا بعد 2-4 أسابيع من الإصابة. المرحلة الثانية من العدوى المزمنة، الفيروس لسه موجود بس بكمية أقل، الشخص ممكن يعيش من غير أعراض والمرحلة دي ممكن تستمر 10 سنين أو أكتر. المرحلة الثالثة الإيدز بتحصل لما الجسم ما يقدرش يقاوم العدوى، والشخص في المرحلة دي ممكن يعيش حوالي 3 سنين من غير علاج. أسباب انتقال الـ HIV: الفيروس بينتقل لما سوائل الجسم زي الدم أو السائل المنوي أو الإفرازات المهبلية تنتقل من شخص للتاني، ممكن يحصل عن طريق العلاقات الجنسية سواء شرجية أو مهبلية، استخدام إبر مشتركة للحقن أو الوشم، الحمل أو الرضاعة، والفيروس ده مش ممكن ينتقل عن طريق اللعاب أو القبلات. في النمسا معظم المصابين بالـ HIV بيتسجلوا وبيتعالجوا ضمن مجموعة الـ HIV COS في 9 عيادات بتستخدم نظام موحد لرعاية المرضى. التقدير لعدد الناس اللي عندهم HIV في النمسا في نهاية 2022 كان حوالي 11,860 شخص. حسب منظمة التأمينات الاجتماعية أو الإيجس، حوالي 7,768 شخص كانوا بياخدوا العلاج المضاد للفيروسات في 2022، و 64% منهم كانوا بيتعالجوا في مراكز الـ HIV COS. التقدير بيقول ان ما بين 86.5% و 92.2% من المصابين في النمسا كانوا بياخدوا العلاج، وده يعني ان في ما بين حوالي 8400 ل 9000 شخص عايشين بالـ HIV في النمسا في نهاية عام 2022. بلايب بسونت وإلى اللقاء.